بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نستعرض مشروع كتاب الناشر شركة مكة سمارت شمس للتدريب من مصر، والمؤلفين ثلاثة: الأستاذة وفاء. والكتاب بالإنجليزي، المؤلفين ثلاثة: وفاء لها اسم W N A، المهندس عادل أو T W N A teacher، المهندس عادل اسم المؤلف في الكتاب أو رمز المؤلف، E يعني engineer مهندس، E إن إيه، والدكتور ناصر دي إن إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب سيكون كتاب تعليم أكسجين أكثر، كما ذكرنا المؤلفين ثلاثة: تيتشر دبليو إن إيه، وإنجينير ANA، وPhD أو دكتور NAA. إذن الكتاب سيبسط أو يشرح الثقافة، ثقافة التعليم Green Education، وعنوان الكتاب هو يشرح، سيكون عنوان الكتاب كتاب تعليم أكسجين أكثر. تعليم هو education، أكسجين أكثر هو green، يعني كأننا هنا كأنه معنى green صعب أن يترجم إلى اللغة العربية التعليم الأخضر، فإذن أصبح عندنا مصطلح تعليم أكسجين أكثر أو مصطلح جرين أكسجين أكثر، وهذا مهم لأن الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية، فالثقافة باللغة الإنجليزية جرين، كثير من الناس حتى باللغة الإنجليزية ما يعرف، يعني تسأله عرف لي الجرين، فلو عرف الجرين صديق للبيئة أو environment friendly وكذا، هذا تعليم ناقص أو تعريف ناقص. التعريف الصحيح إنه نسأل من، يعني كلمة الجرين تخص من، من الذي أطلق كلمة جرين؟ كما سبق ورأينا
أن تعريف الجرين بالإنجليزي، يعني بالعربي خلينا نقول أكسجين أكتر، أو تعريف أكسجين أكتر اللي هو نفسه جرين، هو التصميم للمشروع، مبنى مباني المشروع. يعني إذا كان المشروع مدرسة، مباني المدرسة أن تكون أكسجين أكتر. كذلك الناس اللي يأتوا إلى المبنى في حالة التعليم، المدرسين والطلبة أيضا هم في معايير المجلس الأمريكي لهذه المدرسة أو هذا التصميم، يعني نقول مدرسة الخالدية لما كانت. فالمدرسة الخالدية تعتبر في معايير المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، تعتبر في عام 1940 تعتبر تطابق معايير الجرين، لأنه ما فيها معايير الجرين مثلا المبنى مصبأ أو مصبأ، ما في الكلام، إنه أكسجين أكتر. معظم اللي بيجوا للمدرسة الخالدية في عام، الطلبة والمدرسين يستخدموا، يعني يجي برجوله، ما في أحد يجي بالسيارة، والطلبة كذلك. هنا كان في أكسجين أكتر في خارج المدرسة، وأيضا داخل المدرسة ما كان في تكييف ومنع تجديد الهواء، فكان الهواء متجدد. بعد في 1990 مثلا، وكان وجدت المدرسة الخالدية، أصبحت المبنى نفسه حيفقد، طبعا في ذاك الزمن ما كان في المجلس الأمريكي، يعني في 1990 لو كان في أو بعده، وتقدم المدرسة الخالدية تقدمت، فقدت المعايير إنه يكون جرين إدوكيشن، لأن المبنى لا يوجد فيه أكسجين، بل ما في تجديد هواء، ما في تهوية. فإذا وكذلك الناس اللي يأتوا، يعني عشان نغيروا لازم حتى الطلبة يأتوا بأقدامهم وكذا، والمدرسين، وكذلك المبنى يكون ما في مكيفات مراوح أو في أنظمة تكييف 100% أكسجين أو فرش إير، حاجة الناس. طبعا إلى اليوم المدرسة الخالدية ما تعتبر، لو كانت موجودة أو ما يشابهها، كل المدارس الابتدائية. فهذه يعني من محاور الكتاب. فتغيير المدرسة المبنى سهل، يعني يكون فيه تهوي، تجديد هواء، لكن تغيير الناس إنهم يجوا المدرسة بعيدة، إن الأحياء، هذا شيء يقرره الناس. يعني ممكن أنا ألتحق بمدرسة جنب بيتي لولدي، صارت جرين، فصل دراسي، وهكذا. هنا يعني يأتي كتابنا للتطبيقات عن طريق الدارسين اللي هم 500 إلى 1000 طالب، بحث دراسي لإيجاد، طبعا في مصر أو في السعودية، إيش المباني اللي ممكن تتحول إلى معايير أكسجين أكثر أو معايير الجرين. طبعا أنا أفضل أقول جرين بدل، لو بالعربي بدل أخضر،
انه اخضر لا تعني شيء. وشكرا. سوف يتبنى الكتاب والإصدار منه وبالإنجليزي، سوف يتبنى من 500 إلى 1000 دارس، سيمنحون الماجستير في التعليم أو جرين إدوكيشن، إدوكيشن تعليم، وجرين سوف نأتي أو يأتي تعريفها في الكتاب، أي التعليم الجرين، نستعيد عن جرين بالأكسجين، أي تعليم مليء بالأكسجين. هناك خطة
تسجيل 500 إلى 1000 طالب وطالبة ليكون الكتاب عندما تصدر 1000 نسخة يكون الكتاب في حوزتهم كمنهج لدراسة الماجستير المهني من أكاديمية السادات، وستكون دراسة بحثية، وسيمكن الدارسين من أخذ الماجستير أيضا في جامعة الناس University of People المعتمدة من جامعات أمريكية من أشهرها جامعة بيركلي.